الليلة هذه كانت من أسوأ الليالي علينا، أصعب من الجمع اللي في السجون تعرضنا له، لأنه كان برد، أي واحد يفرد رجليه ينضرب، أي واحد ينزل رأسه أنه بده يخفى أو من التعب ينضرب. ضلينا تاني يوم في الليل، أجن زي نظام مدرعات أو شحوم ما بعرفش، لأنه كان حديد في حديد ويخبطونا يخبطوا روسنا فيها. طلعونا وبعديها نزلونا حتى حكوا بما معناه الزلمة ترجم لما نزلنا في العنبر انه يعني باي باي لداخل اسرائيل. عرفنا حالنا انه احنا دخلنا جوا في اسرائيل. شوية بعد تقريبا قعدنا ساعة وإشي في الطريق، نزلنا على مكان كبير ضخم مركز لهم لمركز الجيش، نزلونا على ساحة كبيرة فيها حصو كبير، قعدونا على ركبنا على الحصو، طولنا صاروا يسحبوا فينا واحد واحد على بصمة العين، ياخذوا بياناتنا ويرجعونا. الدنيا برد شديد جدا، مش لابسين بقينا الا النظام البلوزة هذه، البنطلون تبعهم البلوزة، انواع التعذيب شبح، يربطك في الشبك بالاربع خمس ساعات في السقعة، لانه احنا على نظام عنابر ساحات، فيش مكان، مش سجن رسمي. بقينا نتعرض انه احنا فجأة يهجموا علينا في الليل او الصبح بدري، كل واحد طبعا انه احنا مكلبشين بكلبشات حديد على مدار الدقيقة معنا.